اخويا اكرم توفيق يا جدع والله. جاوب عليه وانا مضطر ان انا امشي عشان خاطر يا كابتن حسين، انت تألقت الموسم اللي فات في الوينج رايت والوينج ليفت، تحب تقول ايه للتألق بتاعك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا كابتن اكرم انا مبسوط ان انا معاك وانت اللي بتعمل معايا اللقاء مبسوط جدا يا كابتن، وحاجه جميله مبسوط والله انك انا معاك يا كابتن، مبسوط ان انت رجعت لنا ودي الاول، وان شاء الله اتمنى انك ترجع وتألق اكتر من الاول ان شاء الله. انت اضافه لاي فريق واضافه لاي حد بيلعب جنبك. برضو يا كابتن لازم اشكر في الكابتن لان كنت وحشني جدا والله حبيبي كرم الله. والله الحمد لله، يمكن التألق يعني توفيق ربنا، سواء لما كنت بلعب في الجناح اليمين او الجناح الشمال، يعني كل حاجه بتبقى ليها طريقه وحاجه معينه. انت ما بتلعب يمين بتبقى بكتره الشغل بتاعك بيبقى لبره، لكن ما بتلعب الجناح الشمال بتبقى طريقتك وشك للملعب دايما، فبتقدر تشوت تقدر تباصي تقدر تعمل حاجات كتير، فدي بتختلف يعني. فالحمد لله يمكن ربنا كرمني لان كنت دايما بلعب لجوه يعني وكده بس. فاتمنى ان شاء الله السنه دي تبقى احسن من السنه اللي فاتت باذن الله. برضه فكره تجديد عادك في حضور والدتك شايفها ازاي مع انها عجبت الناس جدا؟ والله يعني يمكن فكره بتاعه تجديد عقدي مع والدتي انا كانت مفاجاه بالنسبه لي، يعني ما كنتش اعرف والله ان هي جايه والله فعلا يعني انا اتفاجئت والله وانا في المكتب لقيتها داخله عليا وداخله فعلا بالعقد، فكنت مبسوط جدا، كانت مفاجاه حلوه جدا. كان محمد اخويا هو اللي عاملها وهو كابتن سيد كانوا اتفقوا وانا ما كنتش اعرف والله، فدي كانت مفاجاه كانت حلوه جدا. فمبسوط ان انا جددت طبعا مع نادي الاهلي وفي حضور والدتي والبساط طبعا يعني يمكن كان لوالدتي وكان لزوجتي وكان لاولادي وكان لاخواتي وكان اكيد ابويا الله يرحمه كان مبسوط زي ما انا مبسوط دلوقتي باللي احنا بنعمله، فدي حاجه كبيره جدا. فربنا يكرمنا ان شاء الله ودايما كده نبقى كلنا مبسوطين يا رب ان شاء الله. كابتن حسين انت اضافه لاي فريق والله العظيم، مش عشان اخوك بقول لك كده، انت اضافه لاي فريق. اخو حسين الشحات. طيب يا حسين، تحب تقولي للناس اللي كانت بتقول على حسين الشحات ان هو بيتشرط على النادي الاهلي، مع ان انا شايف غير كده؟ خلاص انت قلت كل حاجه انت شايف غير كده والله يمكن كراميلا انت كنت موجود في حاجات كتير قوي، وممكن انت من اكتر الناس انا ما بخبيش عليها حاجه. انا ولا اتشرطت ولا عملت اي حاجه، ان مفيش اي حاجه اصلا، حتى الكلام لما اتفتح انا قلت لهم يا جماعه اللي انا قلت لهم بالظبط كده بالنص، يا جماعه انا مركز احنا عندنا قبل نهائي ونهائي، ده اللي انا عايزه، بس انتوا اتكلموا عادي مع اخويا، اتكلموا عن كل حاجه، ولا انا هتشرط ولا اخويا هيتشرط ولا في اي حاجه، هاتوا العود نمديها بس بعد النهائي. ده اللي حصل. انا بقى اتفاجئت بقى كل يوم خبر جديد، ده حسين عايز يلغي مش عارف ايه، ده حسين بيتشرط على الاهلي، حسين عايز 100 مليون، حسين عايز، حسين حسين حسين. يا جماعه لو كان عايز اصلا، طب ما انا كنت زماني مكمل في الاحتراف او زماني خلصت من بدري، ما انا كنت في شهر واحد اصلا، من شهر واحد انا من حق ان انا امضي اي نادي. بس انا قلت لهم، انا قلت لهم كده، قلت لهم بالنص كده، قلت لهم يا جماعه انا مش همشي من النادي الا لو انتوا قلتوا لي خلاص يا حسين احنا مش هنجدد لك. ساعتها كنت انا همضي، انا فعلا كان جاي لي عروض، بس انا قلت لهم كده، قلت لهم انا مش هتكلم مع حد في العروض الا لما انتوا تقولوا لي عايزيني ولا همشي، بس ما قلتش حاجه اكتر من كده، ولا تشرط ولا كان في تشرط مني ولا من اخويا ولا اي حاجه. بس ما عارفين حاجه زي كده، او انا عارف حاجه زي كده. طب يا كابتن حسين، في سؤال بقى بره الاسئله اللي سالتها دي، انت دلوقتي في ماتشين كنت متنرفز فيهم، الذهاب والعوده، تمام؟ مع انك انت اتنرفزت من غيري، انا ما كنتش موجود معاك. احكي لي بقى، احكي، مع ان انا عارف ان حسين جواه ايه بس الناس مش عارفه، اكرم عارف بس الناس مش عارفه. عايز اعرف ايه الاحساس اللي وصلك للنرفزه اللي في الملعب دي؟ والله يا كابتن كراميلا، النرفزه بتاعه الذهاب والعوده في النهائي بتاع الوداد، يمكن هنتكلم على الاولاني.
الاولاني انك انت يعني ربنا كان كرمك وكسبان 2-0 وكنت ممكن تجيب تالت ورابع، بس التوفيق والكره اللي كنا رايحين فيها انفراد من نص الملعب وعطيت الله راح عملها بايده، كانت ممكن تبقى تلاتة وتخلص الماتش. فحاجات دي كلها طبعا يعني بتضايق، لان انت يعني انت كنت ممكن خلاص الماتش يخلص 3 أو 4، فانت هناك خلاص كان بالنسبه لك الامور هتبقى سهله شويه، هتلعب من غير ضغوطات كتير، فالحاجات دي كلها كانت هتسهل الماتش زي ما بيقولوا في العوده وكده. فيمكن بعد ده كله في لحظه بيجي فيه جول، يجي في الجول يبقى 2-1 والامور هتبقى صعبه بالنسبه لك، انت لسه خسران نهائي السنه اللي فاتت من وداد والحاجات دي كلها. فانا بالنسبه لي كحسين انا يعني انا كنت متنرفز، دي كانت كلمه قليله، انا بالنسبه لي انا كنت عايز اكسب 3 أو 4 عشان اروح مستريح هناك، اروح انا العب من غير ضغوطات، العب يا ربنا كرمني جبت جون بدري خلاص. بالظبط الاجواء اللي هناك الناس كلها عارفاها طبعا في المغرب، وبتبقى اجواء جميله جدا كلاعب وكده والجمهور وكده، بس طبعا هتبقى صعبه في النهائي لما انت تبقى رايح 2-1 غير ما رايح 3-0 او 4-0 او 2-0 او اي نتيجه، فدي بتبقى حاجه كبيره جدا. فيمكن اما الجول جه فينا انا اتضايقت جدا، لان احنا كلنا كنا عاملين ماتش كبير، كل اللعيبه بلا استثناء من اول شوبير لحد كهربا لقدام كلنا كنا جامدين جدا فعلا زي ما بيقولوا. فانت الجون دوت لما جه فيك تعصبت، يمكن مش انا بس، ناس كتير اتعصبت وكده، فدي ضايقني جدا. هناك يعني ما ضيعناش كتير في الشوط الاولاني كمان اكتر، بس انت برضو خسران 1-0 فمتضايق، البطوله هتروح منك، شايف بقى الماتش الاولاني اللي احنا زي ما بقول لك اللي احنا عملناه كله هيروح. فدي كانت بالنسبه لي كانت صعبه جدا، يمكن انا قعدت الاسبوع دوت بفكر بس احنا هنعمل ايه، هنكسب. بس الحمد لله يمكن اللعيبه كلها كانت عندها احساس ان احنا هناخد البطوله. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ما اعرفش، حتى وانا خارج واحنا خسرين 1-0 احنا قاعدين بره، اللي قاعدين بره هنكسب هنتعادل. يمكن لما انا خرجت والناس احنا قاعدين بره على الدكه احنا لا بنتكلم يا جماعه احنا ان شاء الله ناخد البطوله، واحنا خسرين 1-0 وفي عز الجماهير ديت والشماريخ اللي كانت ضربت جولز ادلكوا كلها، احنا والله بجد احنا كنا قاعدين متوقعين ان احنا نتعادل وقاعدين ان احنا هنكسب. يعني الحمد لله، اللهم لك الحمد. يا ابني بس يا ابني بس بس في عز الحاجات دي كلها والله يعني الحمد لله كنا احنا حاسين ان احنا ناخد البطوله، فالحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نحقق البطوله الغاليه. احنا دلوقتي يا جماعه بنشكر الكابتن حسين الشحات، هوجه له اخر سؤال بس هو اللي هيجاوب عليه، وانا هضطر ان انا امشي عشان خاطر هو بيتكلم كتير. تمام. هو بيتكلم كتير، ده انا سالته سؤال واحد طالع انا ما ينفعش يا حبيبي. تحب تقول لي الاجواء المعسكر يا كابتن حسين؟ على الدنيا شايفين، انت عارف الجو هنا عامل ازاي، واحنا كان نفسنا في اجواء زي كده. والله يا كابتن اكرم الاجواء جميله وحلوه عشان انت موجود في وسطينا، بس انت وكريم فؤاد واللعيبه كلها اللي رجعت، والله يعني احنا كلنا مبسوطين اللي انتوا معانا، وانت عارف انا مبسوط ازاي انك انت معايا. ف دي اخويا اكرم توفيق يا جدع والله. فوالله مبسوط والله انك رجعت بالسلامه، وان شاء الله ربنا يبعد عنك اي اصابه، وكلنا ان شاء الله ربنا يبعد عنك اي حاجه وحشه يا رب. فالاجواء والله احنا زي ما انت بتقول كلنا كنا محتاجين نعسكر بره في اجواء جميله كده زي ما موجوده. الجو مش مفهوم، شويه حر شويه ساقعه شويه مطره، بس الاجواء حلوه جدا، وكلنا بنتمرن كويس، وكلنا اللعيبه كلها مبسوطه، كلها فعلا مبسوطه جدا ان احنا في الاجواء ديت، والتمارين والجهاز الفني وكابتن الخطيب معانا، فدي حاجه كبيره جدا. فان شاء الله نتمنى التوفيق كلنا وربنا يكرمنا باذن الله. حبيبي كرم الله، اخويا اكرم توفيق يا جدع. نشكرك يا كابتن حسين الشحات، وانا اتشرفت ان انا عملت معاك انترفيو. يا جدع يا جدع.